بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة الحضور، كل باسمه وبمهمته. حقيقة سعدت لاستدعائي لحضور هذا الحفل الكريم المخصص للاحتفال بعيد المولد النبوي، وسررت أكثر عندما علمت بمشاركة الأديان الأخرى في هذا الحفل المتعلق بعيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة عندما وصلت إلى هذه المدينة، مدينة ليدن، فوجئت مفاجأة سارة عندما وجدت مساجد للمسلمين قائمة كما هي في بلاد المسلمين، وأن المسلمين يتوفرون في هذه المدينة على أماكن عبادة لائقة، يعني قليل ما يتوفر عليها المسلمون لسوء الحظ أو للأسف الشديد يعني في دول أوروبية أخرى. لن نجد نظيرا لهذا المسجد في كثير من المدن الأوروبية. إذن فنعتبر أنفسنا محظوظون بأن في هذه البلاد وفي هذه المدينة بالذات للمسلمين أماكن عبادة لائقة كغيرهم من الأديان. ولا غرو في ذلك، لأن ما عرف عن هذه المدينة، مدينة ليدن، لها تاريخ كبير في التعامل مع الإسلام. كما يعلم الخاص والعام أن جامعة ليدن من الجامعات الأوروبية الأولى التي اهتمت بنشر الثقافة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالسيرة النبوية. كثيرة هي الدراسات والأبحاث ورسائل الدكتورة أيضا التي أنجزها ما نسميه بالمستشرقين الهولنديين، وخاصة في مدينة ليدن. دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها فيها كبار المستشرقين الأوروبيين والهولنديين بالخصوص، وهي نشرت لأول مرة يعني في 1913 انطلاقا من مطابع بريل هنا في مدينة ليدن. كتب فيها فينسك، كتب فيها الدوزي، كتب فيها ليبي بروفنسال، كتب فيها جولدسهير، كبار المستشرقين. كما لا يفوتني أن أشير أن مجموعة من المعاجم ومجموعة من الفهارس المتعلقة سواء باللغة العربية أو بالحديث النبوي أو بألفاظ القرآن، معجم ألفاظ القرآن، قد تمت كتابتها هنا في مدينة ليدن. فأقول أن في هذه المدينة هناك زخم وتراكم معرفي مهم، أدعو بهذه المناسبة المسلمين في هذه المدينة إلى استعادته، إلى استعادته والبناء عليه من أجل تقديم الصورة المعرفية الأكاديمية الحقيقية على الإسلام والمسلمين. كما أتمنى، وخاصة في هذا عصر التشنجات الهوياتية أو التصادمات الدينية والحضارية والثقافية، أتمنى أن تلعب هذه المدينة دور القاطرة، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسلام في أوروبا، للمدينة رصيد تاريخي مهم يمكن أن يستفاد منه في تنظيم الإسلام على مستوى أوروبا، في تكوين الأطر الدينية من الأئمة والمرافقين الروحيين في المؤسسات العمومية، في كيفية التعامل مع الإسلام وفي كيفية تقديمه. فهولندا لها من الرصيد التاريخي سواء كبلد أكاديمي يعني جامعة ليدن، ولكن أيضا كدولة لها إرث يعني فيما يسمى بالقرن 19 بالفترة الاستعمارية، عندما كانت أكبر إمبراطورية مسلمة في التاريخ أو في العالم أنذاك. كانت هولندا يعني باعتبارها استعمرت أندونيسيا، فكانت أكبر إمبراطورية مسلمة، كانت تسهر على تنظيم شؤون المسلمين بما في ذلك الحج. إذن أيضا هذا التراكم يمكن
أن يفيد اليوم في ترتيب العلاقة مع الإسلام والمسلمين في كل دول أوروبا. ما نلاحظه أن غياب هذه المعرفة الأكاديمية التي تراكمت هنا وللأسف لا نستدعيها في نقاشاتنا اليوم، لا من قبل السياسيين ولا من قبل حتى الباحثين للأسف ولا من قبل المسلمين. هذه التشنجات نتيجة عن غياب هذه المعرفة الأساسية. الدول الأوروبية أو المجتمعات الأوروبية معرفتها اليوم قليلة بالإسلام. من يتعامل مع الإسلام من الأكاديميين والصحفيين والسياسيين يكتفي برصد الظواهر، نرصد الظواهر، الإرهاب، الكراهية، العنف، هذه كلها ظواهر وليست دين. المعرفة الدينية غائبة، فعكس ما كانت عليه مدينة ليدن عندما أنتجت هذه دائرة المعارف والمعاجم الكبرى، لا نجد أثر لذلك في نقاشاتنا الإعلامية أو في نقاشاتنا السياسية. أنا أتأسف كثيرا عندما أرى بعض رموز اليمين المتطرف يتحدثون عن الإسلام في هولندا، فأقول هل هؤلاء حقيقة ينتمون إلى هولندا؟ هولندا صاحبة الإرث التاريخي الكبير في التعامل مع الإسلام. أعتقد اليوم هولندا مدعوة لأن تلعب دورا مهما يعني في ترتيب أو إعادة ترتيب العلاقة مع الإسلام والمسلمين، ليس فقط داخل البلدان الأوروبية وإنما في العالم. لها ما يمكنها من بناء جسور التعارف، جسور التعاون، جسور الحوار مع باقي العالم الإسلامي، لأن لها هذا البعد الثقافي الإسلامي الحاضر بقوة في التقاليد الجامعية والبحثية في جامعة ليدن. ما نلاحظه كما قلت غياب هذه المعرفة هو الذي يخلق لنا التشنجات ويخلق لنا هذه الصدمات. من جهتنا نحن أيضا كمسلمين علينا أن نستعيد هذه المعرفة وأن نبني على هذه المعرفة وأن نثمن هذه المعرفة وأن نشجع هذه المعرفة، كما أنه يجب علينا أن نبذل أيضا قصارى جهودنا من أجل معرفة الآخرين. لا يمكن أن نكتفي بما كتبه القدامى عن المسيحية ولا عن اليهودية، لا يمكن أن نكتفي بما كتبه ابن حزم في الأندلس أو بما كتبه الشهرستاني. اليوم لا بد أيضا علينا مسؤولية، وانطلاقا من هذه المدينة، أن نعرف المسلمين يعني في أوروبا ولكن في باقي العالم بالمسيحية وباليهودية بطرق أكاديمية وبطرق علمية، أن نتعرف على الآخر كما يقدم هو نفسه وليس كما نتخيله نحن، لأن في الأخير نحن كلنا مؤمنين ننتمي إلى هذا فضاء الإيمان. عندما دخلت إلى هذا المسجد التقيت بالسيد المسؤول البروتستانتي فأخبرني أنه بروتستانتي وإن ابنه يقرأ القرآن، فقلت له على لسان أحد اليسوعيين الفرنسيين بيير دو شاردان، توفي في الولايات المتحدة في 1956، قال كل ما يصعد فإنه حتما يلتقي. إذن كل ما يصعد فإنه حتما يلتقي، سواء قرأنا الإنجيل أو قرأنا القرآن أو قرأنا التوراث. ونحن في بيت من بيوت الله، والسيد الرئيس أشار إلى المغرب، فإن أماكن العبادة كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية فهي لديها نفس القدر من القداسة عند المسلمين. فبما أنني أتيت من المغرب فنحن نتوفر على جالية يهودية بأماكن عبادة لائقة، كما نتوفر أيضا على جالية مسيحية بأماكن عبادة لائقة. وأخيرا يعني أقمنا معرض التواجد المسيحي في المغرب الذي له 8 قرون، كما أن هناك أيضا تواجد يعني يهودي قديم له 20 قرنا، كما أن كثير من البيع اليهودية يتم إعادة ترميمها والمقابر اليهودية يعاد ترميمها، وكذلك
المقابر المسيحية يهتم بها. هذا لأن في المغرب أيضا مرجعية دينية تسمى بإمارة المؤمنين التي هي تسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المؤمنين، وهذا ما ورد على لسان جلالة الملك في حواره مع أحد الصحفيين في مدغشقر عندما قال أنه يشكل المرجعية الروحية لليهود والمسيحيين والمسلمين، فهو الضامن لحرية ممارسة العقائد الدينية لمختلف الطوائف الدينية في المغرب. إذن للحقيقة أنا عشت في المغرب وكما عشت في أوروبا وعشت في فرنسا، اكتشفت للأسف الشديد كثير مما نتحدث عنه اليوم، خاصة معاداة السامية أو صراع الأديان، اكتشفته في أوروبا، لم يكن يخطر على بالي أبدا في المغرب أن تكون هناك أن الإنسان يعاد من أجل معتقده، يعاد من أجل دينه أو من أجل جنسه، لأن كنا نستأنس ببعضنا البعض، اليهودي مع المسلم والمسيحي مع المسلم في تراثنا الشعبي. على مستوى الفنون الموسيقية لدينا 11 مقاما موسيقيا في المغرب، 10 مقامات مشتركة بين اليهود والمسلمين، 10 مقامات مشتركة بين اليهود والمسلمين، يعني في الحياة اليومية المسلم واليهودي يعيشون في وئام، يعيشون في يعني ليس التعايش كما يقال الآن التعايش، وإنما نحن هناك تداخل يعني كبير لا يمكن أن نفصل، يعني من ناحية اللباس ومن ناحية الأكل ومن ناحية اللغة ومن ناحية الممارسة اليهود عن المسلم، حتى في ممارسة بعض الطقوس الدينية لدينا ما يسمى بالصالحين أو قبور الصالحين، فكثير من قبور الصالحين يجتمع على احترامهم المسلمون واليهود، لدينا يعني عشرات من القبور الصالحين الذين تتم زيارتهم من طرف المغاربة اليهود ومن طرف المغاربة المسلمون. إذن ليست لدينا مشكلة في التعامل مع الآخر. نتمنى أيضا مغاربة هنا في هذه المدينة وفي هذا البلد أن ينشروا هذه الروح، روح التعاون، روح التعايش، روح المحبة، روح الأخوة، وروح أيضا احترام الآخرين، خاصة هذا الاحترام يجب أن يكون على معرفة دقيقة بما يقدمه الآخرون. نحن كمسلمين لدينا معرفة بالأديان الأخرى ربما كما قلت مستاقات من بعض يعني مصادرنا نحن الدينية أو التاريخية، ولكنها لا تعفينا من أجل معرفة الآخرين حقا وحقيقة. لابد أن نتعرف على المسيحيين وأن نتعرف على اليهود كما يقدمونهم أنفسهم من خلال يعني مصادرهم اللاهوتية، من خلال كتاباتهم، حتى نستطيع أن نتواصل مع الآخر بالفعل، ليس مع تصوراتنا على الآخر، وإنما على ما يمثله الآخر حقيقة في الواقع وفي المجتمع. إذن لابد أن يكون هناك جهد، كما أتمنى أن هذا التاريخ الأكاديمي العريق لهذه المدينة العظيمة حقيقة وما راكمته، أتمنى أن يعني ننفض عنه الغبار من جديد، وأن نعمل على نقله للعالم وتعريف العالم به، وأن نستعمله يعني كمادة أساسية كما قلت من أجل إخماد يعني هذه الفتن التي تشتعل هنا وهناك، ومن أجل ترتيب علاقة الإسلام والمسلمين بالمجتمع أو بالسلطات العمومية بصفة عامة. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.